بشكل نضالي عطي له النساء وتحية للنساء، نقولها دائما، لأن المرأة هي اللي كتكون في الدار، الرجل يكون تالع في زيو، تالع في الشويحية، غادي في مليلية، المرأة هي اللي كتحس بداك الشيء. يوقف ما يزيد. وعندنا النساء الحمد لله ثقة، ما عندناش نساء كذابات، باش نقولوها. إذا الآن جا القبطان مع رئيس الدائرة قال لك نهار الثلاثة غنجيبوا لجنة اللي ديال التجهيز باش يقولوا لنا واش مرخص ولا لا. هذه خطوة مزيانة. دابا الطاجين نهار الثلاث غادي تفرقع، ما عرفوا هذا السيد واش مرخص ولا كيلعب. ومن نهار مور الثلاث غادي يكون عندنا كلام خر، فهمت؟ لأن نهار الثلاث غادي نشوفوا ونشوفوا هذا السيد اللي طغى علينا هنا واش مرخص ولا ما مرخصش. ولكن كنقولوا هذيك الضربة ديال اليوم، فهمت؟ راه إلا تكررت، أنا كنقولها، إلا تكررت غدا ولا مور غدا غنمشيو بنفس الطريقة. إلا بقات نهار الثلاثة ما قاسناش تنبتو في الرخصة، عاف كيما يقولوا كفى المؤمنين شر القتال. إلا مشى غدا بانت له لينا راه بلا حجر راه غير كيفرقع، راه تزاد حتى في الثمن ديال الحجر. إلا مشى حتى الثلاثاء ما ضرناش، حنا راه ما غاديش نضروا الطريق وما غنضروا حتى شي مواطن مغربي، ولكن إلا مشى ضرنا في هاد ربع أيام راه غادي يكون شغل. لذلك كنقولوا للمسؤولين يضغطوا عليه كما كيضغطوا علينا حنا، دابا راه قانوني ما غير قانوني وعندهم الحق. وتحية للساكنة، وكنحييو الساكنة ولها يعني الكامل القرار في رفع الشكل او ترك الشكل. سعيد قبيله ذكرت لنا سمعنا على حساب راس البنك على حساب له من خلال هذا الشكل نعلن تضامننا كساكنة وكنشطاء في هذه المدينة مع السيد اللي تخطط في البارح، تعرض لعملية اختطاف وباءت بالفشل وتم الاعتداء عليه من طرف مافيا المقالع، فهمت؟ من طرف مافيا المقالع ما غاديش نسمي لانني مسؤول في الكلام ديالي، ولكن راه اللي في كرشو العجينه راه كيبان. واحد المافيا راه طاغي علينا في زيه وراه طاغي في قبويا، هو البارح تجرى ومشى يخطط في النائب ديال رئيس المجلس البلدي بعد ما عمر به التقارير وعمر به فضحه على مستوى الوطني، مشى يخططفه بالطريقه الهوليوديه بحال رانا في شي دوله اخرى، ما راناش في المغرب اللي كيتبجح الامن الامن الامن. الرجل طغى على البلاد كيخطاطف وعطاه الضرب، ورئيس مجلس عاد نائب رئيس. كنعلنوا التعاطف معنا والتضامن مع هذا الرجل، وكنحييو المسؤولين النزهاء الشرفاء اللي كيحاربوا الفساد، وتحيه نضاليه عاليه من زيو حتى القبويه هو.